المملكة المغربية وفية لجميع التزاماتها الدولية وخاصة على المستوى الأمني. العملية التي تحضرونها اليوم عملية تسليم تحفة أثرية عبارة عن لوحة ذات قيمة ومبلغ مالي مهم، يتم تسليمه الآن نظرا لقيمته بحضور السفير الإيطالي ووفد أمني رفيع المستوى، جاء خصيصا لتسلم هذه التحفة الأثرية بعد الإذن القضائي الذي سلم للمصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قصد تسليمه للجهة الطالبة له. فنحن اليوم أمام طفرة نوعية في إطار التعاون الدولي، في إطار العلاقة التي تجمعنا بمنظمة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا بالانتربول، التي ينفتح عليها المغرب كل الانفتاح نظرا لأهميتنا داخل المنظومة الدولية في المجال الأمني، فننفتح عليه جميع المستويات وذلك بهدف تبادل الخبرات وتبادل المعلومات لإيقاف الجرائم التي ترتكب يعني عبر وطنية يعني ما بين الدول. إذن اليوم نسلم هذه التحفة الأثرية لأصحابها ليعودون بها إلى إيطاليا بعد مجهود اللي هو تكلف المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء جهد كبير، توخى بطبيعة الحال بإيقاف الفاعلين الثلاثة الذين كانوا يريدون ترويج هذه التحفة الأثرية، وكذلك بتعاون مثمر مع الشرطة الإيطالية حيث تمكنا من إيقاف الشخص الذي قام بالسرقة بدولة إيطاليا، وننتظر الآن عملية ترحيله. بطبيعة الحال عملية ترحيل تدخل كذلك في إطار التعاون الدولي، وإيطاليا تستجيب لهذا الطلب نظرا لأن السلطات القضائية لا زالت لم تأخذ الفكرة العامة على هذه السرقة والتي معلوماتها لا زالت بحوزة الشخص الموقوف بإيطاليا. نحن لسنا على علم بطبيعة الحال بهذا المبلغ، ولكن ما يتحدث عنه هو أن الثمن الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا ما بين الأشخاص وتقريبا بيعب 6 مليون أورو 6 مليون أورو باش كانت غادي تتم العملية ديال البيع هنا في المغرب، ولكن الثمن الحقيقي لا نعلم، وما دام ان مغاربه وتم الاتفاق على هذا المبلغ الا ان المبلغ غالبا ما غيكون مبلغ كبير جدا. الصحفيين